الله يرحمكم والدي. سكتي شي دقيقه ولا غنمشي في حالتي غتطلع لي الدم. دقيقه برك قبل لا تهضر، هذه هي اللي حكيت عليها الصباح. ما كنضحكش، اولا ما كنضحكش، كندوب ندمنيتي والله. ما حدش ضحك اصلا، بس انت كان اولا انا ما بضحكش، ما بهزكش، وبتكلم عن جد. انا عايز اعترف اعتراف، مش هنفضل نخبي بقى ونداري في ما تخليش، ماشي شي حاجه اللي خايف. طيب ممكن تسكتي وقال اسكت اسكتوا فنسكت ايه؟ لا بجد يلا نسكت. انا عايز اعترف قدامكم يا جماعه اني بحب سوايل. طيب مقلبكم ده اطلعوا بيه فوق ونرجع على فكره، بس اطلعوا بالمقلب ده لفوق. حلو مقلب جميل، وانا عارف مكانك. لا هو ليه مش كلنا سقفنا؟ حلو وحش. بص يا سوايل، احنا ليه ما كلنا سقفنا؟ ليه مش كلنا سقفنا؟ مبروك يا دوبا، تعال بوب صرفة. ألف مبروك أبو. ألف مبروك يا سوسو. تعال سيف عدم. لا بس أسلم عليها. والله في إيه؟ ما شاء الله في التنزيل. في إيه؟ مش فاهمة حاجة. تصبحوا على خير يا جماعة. شكاية. لا اسمعوا يا جماعة، مش مصاحبين بعض، بس عم يعترف على أساس إن هو كان كارهها من خمس دقايق ودلوقتي حبها فجأة. ما شاء الله. اللي عارفة إن دي حركة من حركة مشاعر. مشاعر. لا 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 مابال مابال. شو قلت لك؟ شو قلت لك؟ من فترة ال نظرة. تمزح معانا؟ لا، ما هي بتقول بحبها اخوات. هي مش فاهمه اخوات بحبها. لا يعني هي كده بيتجوز. ايه بعد ما كفلنا مش اخوات. نعم يا ستي والله العظيم ما ليها دعوه. انا مالي وبعدين على فكره ناوي تعمل ايه؟ مش عامل مقلب. ننام ونصحى ونشوف ايه اللي هيحصل بكره، صح؟ هيحزن بس انا. طب مش صعب ان احنا ننام احنا لما نصحى نشوف هيحصل ايه بكره، صح؟ ده الصح. لا لا ده الصح. لا ده الصح. ده الصح. اوفر. طب انا ممكن اسالك سؤال؟ انت زعلان لان انت بتحبها جدا؟ لا. طب ده حاجه حلوه. اعملوا فيا النطله دول اتنين. والله العظيم يا ابني والله اتبسطنا لك. انت ايه مشكلتك؟ ما هو انت كده اصلا، انت مشكلتك ان انت كده بتبوظ الموضوع اكتر. انت خلاص قلت الكلمه، احنا خلصنا. والله العظيم ما عملت مقلب. تعالى بس انت على جنب، فكك من اللي انت بتعمليه ده. يعني انت خلاص قلت الكلمه، احنا فرحانين لك. ليه بقى بتعمل كده وطلعت على السلم ونزلت وتعبت نفسك؟ هي مش مصدقه. هي يا عم حتى لو مش مصدقه، انت مش قلت اللي انت نفسك فيه؟ خلاص ليه اوفر كده يا بابا؟ يلا حبيبي. انت طب استني، انت موافقه؟ موت على ايه يا خرب بيتك يا حبيبي. يا حبيبي تعالى. وايه اللي مهتم ليه؟ انت يا ستي فاكراني ان انا اللي عملت مقلب؟ فاكراني؟ بس تعالى علمني جيتار. انا بكرهك على فكره. تكرهني؟ خلصنا خلاص؟ ماشي؟ مش عايز اعمل. تكرهني؟ مش عايز اعمل. مثل لي انا مكتب خلق صح صح صح. لا لا عينك ايه ده؟ بنلعب هنا. ما كنتش انت بتلعب لعبه حلوه جدا. تعالى انا بنصره بقى. انت اللي هتخش ابني. اه لا لا ما بدي تخش. لا 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 بس على الرايه. لا انا على الرايه. على الرايه. على الرايه. ثواني دلوقتي احنا. السلام عليكم. نحن بنات. على الرايه. على الرايه. على الرايه. حدا في حدا منكم يعرف كفر؟ هذا هو. اه بناء. لا ما تخش الاول وتقول صنم بدل ما نتعوزك كده كلنا. يلا صنم حبيبة على الايد. اه واجي احسبتك. لا اللعبه دي. لا اللي هيضرب اللي هيضرب يعمل كده، ما يضربش يعمل كده. يلا صنم. لا 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 ربنا هي والله هي. لا اضرب اضرب على العين. طب ما فهمت انا اللعبه. بالراحه يا جماعه. على اي اساس بيطلع؟ اضربي وتقعدي. انا دخلت اهو. اولا لازم اقول صنم. ماشي هخش لازم اقول صنم. لو ما قلت الصنم كلنا بننزل عليه ضرب. حش ضربه على وشه. هو واحد ضربني مثلا، ولكن ايهاب اضربني انا بقوم لافف مثلا. انا شفت مثلا خدت بالي من ايهاب، اقول له مثلا ايهاب ديدي ضربتني بايدك دي. لو فعلا صح هو اللي ينزل مكاني. لو غلط لا لا مش ضروري الايد، المهم نسيب الشخص. لا خلصنا. هو لو الشخص انا ما عجبتنيش اللعبه على فكره. كف واحد ايهاب تعالى بصراحه. يلا يا دينا خش يا دينا. شايفه ده؟ شايفه ده؟ شايفه ده؟ مش عارفه ده؟ يلا على وشك. يلا جرب هنا. طيب لحد ما يجي بالراحه يا جماعه عشان بنت.
ده بتاع موهوبين ده اللي فات. تعال لا على فكره هي فكرتها في اوروبا. خش يا بابا. لا 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 تعالى تعالى افهمه شنطتين. تعالى افهمه شنطتين على فكره هي ده قوم. يلا لا لا بشويه بشويه شويه شويه لا بشويه بشويه عايز اقبلني غايد اقبلني ده بص بص الايد دي بص عادي ها حللها يلا ما تخاف يا ها شوف شوف بس سلام بس شوف بس اعمل كده عشان ما تجيبلهاش على الايد على الايد على الايد هي عامه كده غلط والمفروض صنم دي معناها ان انت تعمل كده ماشي لو بانت سنانك لو بانت سنانك وانت بتتكلم هو يطلعك يقول لك فركش خش كيفش كيفش لا يلا بس ده غير كده يعني ده غير الضرب يعني كيف انهم بيضربوا على صعب يلا يلا قول صنم يلا بس كده بس عشان وشها سنة سنة هقول صنم ايه يعني قول صنم صنم ليه ده خش معلش لما قلت صنم هيعمل ما اتفقنا عليك ضرب بس خلاص صنم 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 يعني خلاص خلصنا لما قلت صنم بايرن لحظه خلاص صنم دي زغينة عند على ايدي على ايدي ده عباسي ده عباسي لا مش انا غبي هو المفروض يشوف يا سلام تاع لا يلا يلا مش انا سلام غبي غبي قوي بصراحه احلى واحده تخش سلام انا في ده نفع عليا بصراحه بالراحه بالراحه يا جماعه بالراحه بالراحه لا لا بالراحه بالراحه دي انا صابت عليا بصراحه يا جماعه بلاش دينا لا بلاش دينا بلاش دينا بصراحه خليها شطه مش عشان بسرعه دينا بس ايوه صح رفيان 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 انت حمار وغبي يلا يلا اه سارة